كلام صريح. كلام صريح جدا. على ذكر هادي قول. اقول والله اقول. اقول انا ولا تقول انت؟ لا ما تقول. طيب اخبار هادي ابنك ايه؟ كويس؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. اتظلم لما مشي من النادي الاهلي؟ لا. بتغير كلامك ليه؟ ليه انا مش قلت اتظلم لما مشي؟ لا 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 ما قلتش. مش قلت ابنك ضحية مجاملات؟ لا لا خالص. ما قلتش الكلام ده؟ بس خلي بالك يمشي او يقعد ده قرار مدرب وقرار مسؤولين، ما اقدرش اتدخل فيه. انا قلت اتمنى ان كان ياخد فرصه بس لانه قعد 4 سنين في النادي. فكان يكمل. مستواه كان يأهله يقعد. طبعا طبعا. في مدربين ظلموه، ده اللي انا قلته. مين اللي ظلم؟ لا في المدربين اللي كانوا ماسكينه. مين؟ ياسر محمدين ظلمه، تامر حفني ظلمه. الناس اللي مسكته في النادي الاهلي. ما الاثنين صحابك. ايه؟ الاثنين صحابك. صحابي اه. وبعدين؟ الكوره ما فيهاش صاحبي وصاحبك وواسطه وخلي بالك انا ده موصله الهادي. كويس هتلعب وهتكمل وهتبقى كويس. هو دلوقتي الحمد لله ربنا كرمه في نادي زد وماشي كويس جدا، بياخد شغل وبتمرن وعنده هدف ان شاء الله ان هو يلعب درجه اولى. ابنك ما يستحقش اللي يكون موجود في النادي الاهلي او لا؟ لا ما طالما مشي من النادي الاهلي يبقى ما يستحقش ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. طب ليه هاجمت خالد بيبو وزعلته؟ انا هاجمت، انا ما هاجمتش، انا قلت ان كان المفروض او اتمنى ان هو ياخد فرصه بس يكمل. اتصالحت انت وخالد بيبو ولا؟ طبعا. مفيش احنا اصلا ما اتخاصمناش. احنا في اختلاف وجهات النظر. انما طبعا خالد اخويا وهشام اخويا وياسر اخويا وما نقدرش نستغنى عن بعض. بتسافر كل شويه المانيا وتعمل دراسات وموت نفسي واروح اخد مش عارف شهاده في ايه وبتاع، وفي الاخر ولا بنشوف محمد عماره بتاريخه الكبير ده وتاريخه الاحترافي ولا موجود مثلا بيمسك في الفريق الاول او قطاع الناشئين او ولا المنتخبات. صعب السؤال ده، ما توجهه للمسؤولين. انت توجهه ليا ليه؟ انا اوجهه لك انت، عندك رد ليه؟ ليه ما عنديش رد؟ اسالهم ليه؟ اسالهم ليه؟ تاريخك مش كافي الكبير اللي انت عملته؟ لا كافي. عندي موضوع حلو. تاريخ حلو، تاريخ مشرف. منتخب ونادي الاهلي واحتراف واحسن لعيب في افريقيا مرتين اتنين وعندي موضوع، عندي سي في كويس. بس طبعا انت عارف بقى الشغل في مصر بيحتاج